ماشي حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، يقول المصنف رضي الله تعالى عنه: يجب على المكلف أن يعرف إلى آخره. يجب يعني قلنا في الوجوب أنه يجب شرعا على كل مكلف أن يجزم بهذه الثلاثة في حقه سبحانه وتعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام جزما مطابقا لما في نفس الأمر. ده اللي كنا بنقرأ فيه المرة الماضية. حاصلا يعني هذا الجزم عن ضرورة أو برهان، إلا أن الضرورة لم يجري الله تعالى بها العادة فتعين طلبها، طلب المعرفة فتعين طلبها بالبرهان. يعني يمكن أن تحصل بالضرورة، لكن جريان العادة إنما هو بالبرهان. فلو لم يحصل للمكلف الجزم بهذه الثلاثة، ما هي الثلاثة؟ معرفة الواجب ومعرفة المستحيل ومعرفة الجائز في حقه سبحانه وتعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام. بل يعني إذا لم يحصل له الجزم، بل حصل له الظن أو الشك أو الوهم، لم يكفيه ذلك بإجماع. يعني الشك والظن والوهم لا يكفي في عقائد الإيمان، فالمتلبس بها في أحد أصول علوم التوحيد أو كلها فهو كافر بالإجماع، لأن العقيدة لا بد أن تبنى على القطع وعلى الجزم. أما ما هو ظن وما هو شك وما هو وهم، هذا لا يكفي ولا يغني من الحق شيئا، كما قال تعالى: إن يتبعون الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم قال: ولو حصل له الجزم، إلا أنه يعني حصول هذا الجزم غير مطابق لما في نفس الأمر. يعني هذا معناه أنه قد تكون العقيدة يجزم بها معتقدها، إلا أن جزمه غير مطابق لما في نفس الأمر، كجزم اليهود والنصارى ومن في معناهم وسائر الكفرة بالكفريات التي جزموا بها، فلم يكفي ولم يعذر به إجماعا. يعني هذا الجزم اللي هو غير مطابق للواقع أو هو غير مطابق لما في نفس الأمر، هذا يعتبر كفر، لأنه جهل مركب. إلا أنه لم يكن ضرورة ولا عن برهان، وإنما كان عن تقليد. هنا كنا نتكلم هنا. يعني حصل له جزم، يعني ممكن يكون هناك جزم. هذه هي الصور المتعددة. في جزم
ولكن هذا الجزم غير مطابق. مثال جزم اليهود والنصارى ومن فيه في معناهم، أو جزم الكفرة بسائر الكفريات التي يجزمون بها، فهذا لم يكفي. إيه معنى لم يكفي؟ يعني لا يكون صاحبه مؤمنا، لا يكفي يعني لا يتم به الإيمان، بل لا يؤمن به، فهو إيه؟ كفر. لماذا؟ لأن الكفر هو الجهل، هو الجهل بالله سبحانه وتعالى. لما قال قوم موسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ماذا قال؟ إنكم قوم تجهلون، يعني الكفر هو الجهل، والجهل هو إيه؟ هو الكفر، وسيتبين إيه؟ ذلك. بس الجهل في العقائد وليس الجهل العام أو الجهل في أي أمر آخر، فيما إيه؟ يجب علينا الإيمان به. طب لو حصل الجزم المطابق، يعني قلنا الجزم غير المطابق لا يكفي، وفي نفس الوقت لا يعذر به صاحبه إجماعا، أما إذا حصل منه جزم مطابق لما في نفس الأمر إلا أنه لم يكن عن إيه؟ عن ضرورة ولا عن برهان، فهذا هو إيه؟ هذا هو المقلد، أو هذا حكم إيه؟ التقليد. يبقى إذن حكم المقلد هو من هو المقلد؟ المقلد هو الذي يتبع معتقد غيره، أو يأخذ برأي غيره، أو يجزم برأي غيره من غير أن يعرف دليله. يبقى التقليد معناه جزم ولكن بالعقيدة الصحيحة، أما الجزم بعقيدة باطلة هذا لا خلاف فيه، لا خلاف في كفره، لأن الكفار ما كان حجتهم أو ما كان عذرهم عندما يعني قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله أو آمنوا بما أنزل عليكم، ماذا قالوا؟ قالوا إيه؟ بل نؤمن بما إيه؟ وجدنا عليه آباءنا. فهؤلاء مقلدون، إلا أنهم يقلدون إيه؟ يعني التقليد هنا ليس إيه؟ ليس مطابقا للواقع ولا إيه؟ ما في نفس الأمر. التقليد الذي فيه خلاف هو التقليد أو الجزم بالعقيدة الصحيحة، أما إذا كان جزما بعقيدة فاسدة أو باطلة فهذا لا خلاف فيه، لا خلاف في أنه كافر. الخلاف أو الدائرة التي ندور حولها إنما هي في إيه؟ الذي يجزم بعقيدة صحيحة، إلا أنه ليس جزمه عن ضرورة ولا عن إيه؟ ولا عن برهان، يعني يكتفي في تقليد من يثق به، سواء كان معلم أو شيخ أو مثلا عرف سائد أو ثقافة عامة في المجتمع، أو يرى الناس جميعا يقولون بهذا، فهذا هو الذي اختلف في شأنه. وأصح الأقوال فيه أن إيمانه كاف مع وجوب المعرفة بحسب التعريف السابق، يعني يجب عليه السعي والاجتهاد لمعرفة الدليل والبرهان على صحة هذه العقائد، يعني ينظر في شأنه. إيمانه إيه؟ يكفي إيمان المقلد، ولكن إن كان عنده أهلية للنظر أو استعداد فهو آثم أو عاصي، ليس بجزمه بالعقيدة الصحيحة ولكن بتركه إيه؟ النظر، إن كان فيه أهلية. وإذا لم يكن فيه أهلية فاكتفى بالدليل الجملي، فيكون ليس إيه؟ ليس آثما، يكون آثما بتركه النظر إن كان عنده إيه؟ أهلية، يعني النظر في الأمور التفصيلية. أما المسائل الإجمالية فهذه إيه؟ يكفي فيها الدليل إيه؟ الجملي. هو ذا أقرب الأقوال في مسألة إيه؟
إيمان المقلد. يعني بعضهم قال يكفيه البراهين الإجمالية على النحو الذي أشار إليه الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه. ففي ذلك طرق وأقوال، في ذلك يعني في إيه؟ في إيمان المقلد فيه طرق وفيه إيه؟ أقوال. أصحها أنه يجب عليه البحث عن البرهان، يجب عليه البحث عن البرهان حتى تحصل له المعرفة، حتى تحصل له المعرفة بعد إيه عندك عنه، عنه عن إيه عن لا يجب عليه البحث عن البرهان حتى تحصل عن البرهان، عنه يعني عن الإيه عن البرهان. لازم تمشي في الإيه بحسب الإيه السياق، حتى تحصل له المعرفة عنه يعني عن البرهان مهما كانت فيه قابلية لفهم ذلك. يعني مهما يعني أي قابلية أو أدنى قابلية أو أقل قابلية، فطالما عنده شيء من القابلية أو الاستعداد فيجب عليه البحث عن البرهان. وأظن أن أي مكلف لا بد أن تكون فيه قابلية ولو إيه أدنى أو إلى حد ما، يعني لا يخلو مكلف عن وجود قابلية أو استعداد للتأمل وإيه والنظر إلا لما كلف. يعني ما فيش واحد مثلا ما عنديش خالص كده إلا إذا كان أبله أو عندي حالات إيه لا يقاس عليها، إنما في المستوى العام بالنسبة للمكلفين أنه لا يخلو إنسان عن إيه عن أهلية واستعداد وإلا لما خوطب إيه بالتكليف. لذلك بيقول لك مهما كانت فيه قابلية، يعني أي قابلية أي نوع من القابلية ولو كانت قابلية ضعيفة، المهم في قابلية ولا ما فيش في قابلية. ثم يجب عليه إذا حصلت له تلك المعرفة بواسطة البرهان أن يقطع أن تلك المعرفة إنما حصلت بمحض خلق الله تعالى فضلا منه سبحانه وتعالى، ولا أثر للبرهان ولا لفكرة المكلف وبحثه في تحصيلها، لا بطريق التعليل كما تقول الفلاسفة، ولا بطريق التولد كما تقول المعتزلة، وإنما المولى تبارك وتعالى هو الذي من بفضله بخلق فهم الدليل وخلق فهم المدلول عليه إثره يعني عقبه، ولا شريك له في ذلك البتة. هنا أشار إلى مسألة خطيرة ومهمة إيه جدا، يعني لولا أنه أشار إليها ما كان يحسن الدخول فيها لأنها مسألة إيه دقيقة. يعني المكلف حصلت له المعرفة بواسطة البرهان، فهذه المعرفة يعني عنده إيه برهان، يعني عنده مقدمات وصلته إلى إيه إلى نتيجة، وهذه النتيجة هي المطلوبة في عقائد الإيمان. يعني مثلا بحث ونظر الدليل الشائع اللي هو مثلا في تغير هذا العالم وأن التغير معناه سمة الحدوث، فنظم الدليل هكذا العالم متغير، والتغير هذه مقدمة ضرورية يعني بالمشاهدة، يعني هذا عن ضرورة، فيوصل الضروري إلى النظر إلى البرهان، فقال العالم متغير، ثم جاء بمقدمة أخرى وكل متغير حادث، فخرج بنتيجة للبرهان ده اللي هو العالم حادث. فهل هذه النتيجة التي حصلت له أو هذا البرهان، بيقول لك عليه هنا
إذا حصلت له المعرفة بواسطة البرهان أن يقطع أي المكلف أن تلك المعرفة إنما حصلت بمحض خلق الله تعالى فضلا منه، يعني لا وجوبا عليه، فضلا منه سبحانه، ولا أثر للبرهان ولا لفكرة المكلف، يعني عقل المكلف وتفكيره ونظمه للدليل، لأن الفكر هو عبارة عن إيه؟ ترتيب مقدمات معلومة للوصول بها إلى إيه؟ أمر إيه؟ مجهول، فيصبح المجهول إيه؟ بعد ما يصل إليه معلوم فيرتب معه مقدمات أخرى فيصل إلى مجهول آخر وهكذا. فهل هناك أثر لهذا الترتيب أو هناك أثر لهذا البرهان في وجود هذه المعرفة؟ صحيح أن الله تعالى رتب المعرفة على ذلك وجعل هذه المقدمات أو جعل هذا البرهان دليلا عليها، لكن هل هناك أثر للبرهان أو لعملية التفكير في حصول هذه المعرفة؟ يعني هل هي حصلت بالبرهان أو بالدليل بطريق التعليل؟ يعني إذا وجدت المقدمات لا بد من وجود النتائج، كما إذا وجدت العلة يوجد المعلول وهكذا كما يقول الفلاسفة، أو بطريق التولد كما يقول المعتزلة. معروف التولد يعني تولد فعل عن فعل عن فعل آخر، ويسميه الإمام الغزالي في كتاب الاقتصاد تلازم الشرطيات، يعني هم بيقولوا عليه تولد ولكنه تلازم الشرطيات، ويقول وجود المشروب دون شرطه محال، ولا تتعلق القدرة بما ليس بمقدور، تعلق القدرة بما ليس بمقدور محال. يبقى إذن لا بطريق التعليل كما قال مين؟ الفلاسفة، ولا بطريق التولد كما تقول المعتزلة. يعني مثلا لو وضعت أنت يدك في في إناء، وضع اليد، حركة اليد هنا فيضطرب، يعني يتحرك الماء لحركة اليد، فيقول المعتزلة إنه حركة الماء دي متولدة عن حركة اليد، يعني حركة تولدت عن، والتولد هذا من خصائص الأجسام، يعني اللي يلد ده تكون أنثى أو حاجة جسم، إنما هذا يعتبر شرط ومشروط، اسمه تلازم الشرطيات وليس تولد. وإنما المولى، يعني يجب على المكلف أن يعتقد أن المولى تبارك وتعالى هو الذي من بفضله بخلق فهم الدليل وأيضا خلق فهم المدلول، المدلول عليه إثره، يعني عقبه، يعني بعده، ولا شريك له في ذلك البتة. يعني في هذه الفقرة الوجيزة بيشرح الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه مذاهب الناس في كيفية ترتب النتيجة على المقدمات. فالإنسان عندما يفكر، مفهوم التفكير هو ترتيب، زي ما قلنا يرتب أمور معلومة حتى يصل إلى مجهول. ومفهوم الفكر هو ترتيب المقدمات في نفسه لاستحصال، يعني للوصول إلى حصول النتيجة. فالمقدمات إما أن تكون بدهية أو لا تكون بدهية، بل تحتاج إلى نظر. فإن كانت بدهية فهي حاصلة دائما في النفس وتحتاج فقط إلى التنبه أو التنبيه عليها. أما غير الحاصلة فيلزم الإنسان بذل جهد ونظر لاستحصالها كما قرره علماء المنطق، فاستعمل من الطرق ما يوصلها إلى المقدمات المطلوبة. فإذا حصلت عنده مقدمات كافية لاستلزام النتيجة، هنا السؤال، فلزوم النتيجة عن هذه المقدمات كيف يحصل؟
ما هنا في تلازم بين النتيجة وبين الايه وبين المقدمات. كيف يحصل هذا؟ اختلفوا في ذلك. الفلاسفة قالوا زي ما قلنا صدور النتيجة عن المقدمات بطريق التعليل، يعني عاوزين يقولوا ايه المقدمات علة في وجود الايه النتائج، ولا يمكن الانفكاك بينهما. واضح كده رأي مين ده؟ أما المعتزلة قالوا إن النتيجة تتولد تولدا عن المقدمات جريا على قولهم أو على اعتقادهم في التولد. قول المعتزلة مع قول الفلاسفة الاثنان اشترك بأن النتيجة ليس وجود النتيجة هو عين وجود المقدمات، وإنما يقولان إن وجود النتيجة سببه هو المقدمات فقط. لكن اختلفوا في حيثية الإيجاد، قالوا علة الفلاسفة والمعتزلة قالوا إيه تولد. يبقى الاتفاق حاصل بين المعتزلة وبين الفلاسفة أن الله تعالى لا دخل له في وجود النتيجة، هذا هو القدر المتفق عليه بين المعتزلة والفلاسفة، إلا أن المعتزلة قالوا بالتولد والفلاسفة قالوا علة وإيه ومعلول. القول الايه القول الثاني القول الايه الثالث الاول قول الفلاسفة والثاني قول مين؟ المعتزلة. القول الثالث قول ايه الأشاعرة، قالوا هذا القول الذي خالفوا فيه المعتزلة والفلاسفة معا، قالوا مهما كانت النتيجة فهي بخلق الله، يعني إذا اعتبرنا أن النتيجة موجودة فوجودها ليس بإيجاد غير الله تعالى، بل الله هو الموجد لها كما هو الموجد لكل شيء، الله خالق كل شيء. ولكن حصلت أنظار دقيقة من جهة أخرى، يبقى هم مسلمين أو مقرين بأنه الله تعالى يخلق النتيجة عقب إيه المقدمات، ولا أثر للبرهان ولا للدليل ولا للفكر، بل هي بمحض خلق الله تعالى. لكن في مسائل دقيقة تتعلق بذلك. المسألة الأولى، هل للنتيجة وجود آخر غير وجود المقدمات؟ يعني هل هو نفس، يعني النتيجة موجودة في ضمن المقدمات ووجود المقدمات هو نفس وجود الايه النتيجة، ولا النتيجة هي يعني متضمنة في المقدمات، يعني موجودة فيها ضمنا؟ بمعنى ايه معنى الفرق؟ السؤال ده معناه معناه هل يمكن عدم تحقق النتيجة مع وجود المقدمات، ولا انه في تلازم بين وجود المقدمات وبين وجود الايه النتائج؟ يعني عاوزين يقولوا ايه، هل المخلوق ده امرين هما، يعني ربنا يخلق امرين، يخلق المقدمات ويخلق النتائج، ولا بيخلق امر واحد اللي هو المقدمات المشتملة على الايه على النتائج؟ طبعا الامام الاشعري قال بالتغاير، يعني ده غير ده، يعني يخلق ايه يخلق امرين، ويمكن الانفكاك لأن التلازم أو الربط بين المقدمات والنتائج عند الإمام الأشعري الربط عادي، يعني زي الربط بين النار وبين الإيه وبين الإحراق، يعني يوجد النار ولا يوجد الإحراق والعكس، ربط إيه عادي. أما الإمام الجويني ومن وافقه قال في تلازم بين النتائج وبين المقدمات ولكنه عقلي، بمعنى أن النتيجة وجه من وجوه المقدمات وليس لها وجود غيرها، زي ايه خلق الله تعالى، الله تعالى يخلق الجسم بأعراضه، ففي تلازم بين الجوهر والعرض والجسم والعرض، فلا يخلق الله تعالى الجسم من غير أعراض ولا الأعراض من غير أجسام، يعني تتعلق القدرة إما بوجودهما معا أو بإيه بإعدامهما معا، لا بوجود واحد دون الإيه الآخر، لأن الربط بينهما ربط إيه؟ ربط عقلي. ده كلام مين؟ الإمام الجواني رضي الله تعالى. ويتبين من ذلك أنه ما فيش خلاف، المحقق هنا بيقول ما فيش خلاف في أصول المذهب الأشعري بين الأشعري والجواني،
وإنما كل ما في الأمر إن الجوين والأشعر اتفقوا على أنه لا خالق إلا الله، لكن الخلاف بينهم في مسألة إيه؟ التلازم فقط، عقلي ولا إيه؟ ولا عادي. واضح كده؟ يبقى في كم قول هنا في حصول النتيجة؟ قول الإيه؟ الفلاسفة؟ معتزلة. يبقى ده علة. وقول المعتزلة اللي هو إيه؟ التولد. والقول الثالث قول مين؟ قول الأشاعرة إنه ده الله تعالى يخلق بفضله، يعني ليس واجبا عليه، يعني باختياره، لأنه لو كان واجبا يبقى معناه حينتفي إيه؟ الاختيار، حيبقى إيجاب ده. يبقى لو كان إيجاب، لو انتفى الاختيار لكان إيجابا كما قالت الفلاسفة، ولو وجب لكان قول مين؟ قول المعتزلة، يعني لا إيجاب ولا وجوب. هي الفرق بين الإيجاب والوجوب. الإيجاب ده يعني معناها علة ومعلول، يبقى معناها نفي الاختيار عن الصانع، سلب الاختيار. أما الوجوب بمعناه ليس نفيا للاختيار، ولكن معناه إذا لم يفعل وجه إليه لوم، أو أنه لا يتأتى منه ذلك لأنه يجب عليه أو تقتضيه كمالاته إلى غير ذلك من إيه؟ فلسفة الإيه؟ المعتزلة. ثم قال: واختلف أئمتنا، يعني إيه؟ مشايخ أهل السنة والجماعة، هل خلق الله تعالى معرفة المدلول عقب خلقه معرفة الدليل من غير عروض آفات خاصة ولا عامة لازم عادة أو لازم عقلا؟ أو هنا الاختلاف اللي احنا أشرنا إليه منذ إيه؟ منذ قليل. في حد حيقرأ شوي؟ يلا. واختلف أئمتنا هل خلق الله تعالى معرفة المدلول، يعني عندك دليل وفي إيه؟ وفي مدلول، فيخلق الله تعالى المدلول ده عقب إيه؟ وجود، وهو نفسه خالق الدليل، هل ده خلق الإيه؟ الإقرأ. هل خلق الله، هل خلق الله تعالى معرفة المدلول عقب خلقه معرفة الدليل من غير عروض آفات خاصة ولا عامة؟ يعني معناها لم تعرض آفات خاصة ولا عامة، إنه لو عرضت آفات هنا حيبقى في إيه؟ مش حيخلق الله تعالى إيه؟ لأنه رتبه على عدم إيه؟ وجود أو عدم عروض آفات سواء خاصة أو عامة. يعني مثلا أنت قلت رتبت الإيه؟ المقدمات، ولسه بعد ترتيبها مباشرة مت، طلعت روحك، إذا عرضت إيه؟ آفة هنا منعت من الإيه؟ لأن الله تعالى رتب إنه ذا من غير عروض إيه؟ من غير عروض آفات. واضح؟ سواء عامة أو إيه؟ أو خاصة. هل خلق الله تعالى معرفة المدلول عقب خلقه معرفة الدليل من غير عروض آفات خاصة ولا عامة لازم عادة؟ يعني هل هذا يعني وجود المدلول عقب وجود الدليل؟ يعني قلنا في تلازم بين وجود المدلول وبين وجود الدليل، هل هذا التلازم تلازم عادي ولا تلازم عقلي؟ إذا كان تلازما عاديا يبقى شأنه شأن الإيه؟ وجود الشبع مع الأكل أو عقب الأكل، كل شبع، يعني حصل إيه؟ تلازم بين الأكل وبين الشبع، وهذا تلازم إيه؟ عادي. طيب إذا كان تلازما عقليا يبقى شأنه كشأن العرض مع الجوهر، يعني معناها إذا خلق الله الأعراض يخلق معها الجواهر، وإذا خلق الجواهر يخلق معها، لأن العرض لا يقوم بنفسه ولأن الجوهر لا يخلو عنه، ده شرط بقائه وجود الأعراض. واضح؟ يعني لو كان زي الأكل الشبع مع الأكل حيبقى تلازم عادي، ولو كان زي العرض مع الجوهر حيكون تلازم عقلي. فقال مين اللي قال؟ يلا ابني على قول. قال الشيخ الأشعري رضي الله تعالى عنه: هو لازم عادة. يعني قول الأشعري لازم عادة يعني يصح التخلق،
يعني توجد المقدمات من غير نتائج. كلام الأشعري معناه إيه؟ عادي، يعني معناه الفرق بين التلازم العقلي وبين التلازم العادي أن التلازم العقلي لا انفكاك، لا تخلف فيه، يعني لا يتخلف، وإنما هو إيه؟ لازم دائما ثابت. أما العادي إيه؟ يحصل فيه التخلف. واضح؟ يعني جعل الله تعالى في تلازم بين وجود النطفة في الرحم وبين الحمل، لكن هذا تلازم عادي، توجد النطفة ولا يوجد الحمل، ويوجد الحمل من غير ليه؟ من غير النطفة. لما لو كان تلازما عقليا يبقى لا ينفكان، خلاص كده ما فيش انفكاك بينهم. يلا عقلي ده تلازم عقلي وجود، يعني ده عند رأي الجويني الإمام الحرمين. لما عند الأشعري برضو تلازم عادي، يعني عند الأشعري العرض مع الجوهر تلازم، يعني ممكن يخلق الله الجواهر من غير أعراض والأعراض، يعني ده إيه؟ عادي. إنما الإمام الجويني جعله تلازم إيه؟ عقلي. ليه؟ لعدم وجود الانفكاك. وهو مسألة افتراضية، إمكان، هل يمكن ذلك أو لا يمكن، لكن في الواقع لا، يعني في الوجود الفعلي لا توجد أعراض من غير جواهر ولا جواهر في الوجود الفعلي. أما هل يمكن؟ هذا هو، لو كان يمكن لكان الربط بينهما ربط إيه؟ أما إذا كان هو أمر عقلي فكيف يعني يصبح هنا إيه؟ كيف تتعلق به القدرة؟ قال أتتعلق القدرة بوجود الأعراض مع الجواهر مع بعض أو بعدمهما بإعدامهما، يعني القدرة يا إما توجدهما معا أو تعدمهما زي إيه مثلا؟ حديك مثلا، يعني إذا أراد الله تعالى أن يخلق الحركة لازم يخلق معها المتحرك، يعني ما تخلقش الحركة من غير ولا المتحرك من غير حركة، كده التلازم عقلي. يبقى معناها إما يوجد الحق تعالى الحركة والمتحرك معا، يا إما لا يوجدهما معا، هذا هو معنى التلازم إيه؟ أما لو كان تلازم عادي يبقى يوجد الحركة من غير متحرك والمتحرك من غير، طبعا هذا لا يعقل، كيف تكون حركة من غير متحرك أو متحرك من غير حركة، وكيف سمي متحركا؟ ده الحركة قالوا الحركة الواحدة عاوزة ستة أمور، تمام؟ ما منه الحركة، وما إليه الحركة، وما فيه الحركة، وما له الحركة، تمام كده، وعاوزة زمن، مش كده؟ الزمن الذي فيه عاوزة زمن، عاوزة مكان، وعاوزة متحرك منه ومتحرك إليه ومتحرك به، يعني عاوز ست اشياء الحركه الواحده، وكل ده تلازم، يعني معناها لا توجد الحركه الا بوجود السته دول. يعني انت هتتحرك منين؟ من هنا جالس متحرك الى هنا جالس متحرك اليه، ده والوقت، وعاوز زمان، يعني لا بد ده كله يكون عشان حركه واحده. امال لو كانوا 10 حركات او اتفضل لا ده سبب عادي، يعني ممكن تأكل طعام أهل الأرض ولا تشبع، ممكن من غير طعام يشبعك الله تعالى كده يسد نفس الواحد ما يشبع. قول. نعم. بين الشبع والعقل تلازم. تلازم عادي عادي عادي. عند الإمام الحرمين لا، ليست في هذه، في الجواهر والأعراض. يعني مثلا عند الإمام الحرمين عنده أيضا تلازم عادي، لكن جعل التلازم بين المقدمات والنتائج عقلي، مش معناه هو بين في التلازم العادي، بس بيقول هنا في التلازم بين المقدمات والنتائج تلازم عقلي، ده كلام إمام الحرمين. لا تناقض، لا، لأنه إمام الحرمين يقول أيضا بأن التلازم بين الطعام بين الأكل وبين الشبع عادي، ولكن هنا في مسألة
المقدمات والنتائج. اما الجوهر لا يخلو عنده عن ايه؟ عن اعراض. طب والعرض لا يقوم بنفسه، يعني لا بد اذا خلق الله الجوهر يخلق معه العرض، واذا خلق العرض جينا التلازم عنده تلازم عقل في هذه وليس في الكل، يعني لا ينفي التلازم العادي في بقية الاشياء، لكن في هذه المسألة يقول التلازم عقلي. وانا مثلت لك بالحركة، لا يوجد يعني في تلازم بين الحركة والمتحرك، فإذا أراد الله خلق الحركة لازم يخلق المتحرك، وخلق لازم يخلق الحركة، لأنه إيه؟ الحركة لا تقوم بنفسها، ما الحركة دي عرض، فلا بد معها من متحرك. يعني إذا أراد الله تعالى خلق اللون الألوان ده، لا بد أن يخلق الجسم الذي يقوم به هذا اللون، لأن اللون عرض. ده عند مين ده؟ عند الإمام الحرمين. مش اصبح عقلي، احنا نقول يعني من غير عروض افات افات عامه او خاصه، انت رتبت المقدمات ورحت طلعت روحك، فين النتيجه؟ لم تخلق النتيجه، يعني معناه هذا مش تلازم عقلي. يعني مش شرط انه تكون فيه المقدمات وفيه النتائج، قد تعرض افه عامه او خاصه فتمنع. يبقى فين التلازم العقلي؟ هو تلازم عادي، هو الحق مع مين؟ مع الإمام الأشعري. لا يوجد، نعم تفضل. فقال الشيخ الأشعري رضي الله تعالى عنه هو لازم عادة فيصح التخلف. يعني الفرق بين إمام الحرمين وبين الأشعري أن الأشعري قال تلازم إيه؟ عادي فيصح تخلفه. يصح، مش كلمة يصح مش معناها يقع التخلف، يعني يجوزه، يعني يصبح أمرا ممكنا ولو لم يقع، فليس كل ممكن واقع، واضح؟ يعني هو تجويز، تجويز مش تعال تقول لهم احنا لم نرى ذلك، تجويز فقط، مسألة ايه؟ تجويز. زي ما قلت لك النطفة في الرحم يلزم منها وجود، بس ده تلازم عادي، لكن قد توجد النطفة ولا يوجد الجنين، ويوجد الجنين ويكون تلازما ايه؟ التلازم بين النار والإحراق تلازم عادي أيضا، أنه لو كان عقليا لاحترق سيدنا إبراهيم عليه السلام، لأن العقل لا يتخلف. أشوف الضابط بين العادي والعقل أن العقل لا يتخلف. وقال إمام الحرمين هو لازم عقلا فلا يصح التخلف، الأظهر ما قاله الأشعري رضي الله تعالى عنه. أو قال لك نفس الشيخ نفسه قال لك والأظهر ما قاله الأشعري رضي الله تعالى عنه. التلازم عادي. ولكن سيد رجح النظم السلم والشرح الدمنهوري على أن التلازم عقلي، ورجح قول إمام الحرمين في المقدمات والنتائج. نعم. لأنه قال لك يعني أصل خد بالك أنت لو بحثت فيها من الناحية العقلية تجد أنه التلازم ليه عقلي في المقدمات والنتائج، لأنه النتيجة موجودة مع المقدمة في ضمنها، يعني كأنه النتيجة لم تأتي بجد، هي موجودة ضمن المقدمات، يعني وجود المقدمات هو نفس وجود النتائج، زي وجود الحركة هو نفس وجود المتحرك. خلاص كده؟ ومع ذلك نقول بأنه الأظهر مع الأشعر لعموم إيه؟ لأن القدرة تتعلق بكل ممكن. ثم إن المعرفة بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسوله عليه، ثم إن المعرفة بهذه الثلاثة، ما هي هذه؟ لازم تفهم مش نقرأ اللي هو الواجب، بس مين؟ في حق الله تعالى وفي حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني انت لما تعرف الواجب في حق الله، وتعرف المستحيل، وتعرف الجائز، وتعرف ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، طبعا مع ايه؟ انه معنى الواجب واحد هنا او هنا، والمستحيل واحد، لكن ايه الذي يجب لله تعالى غير الواجب غير ما يجب. هل لو انت عرفت كده
هل هذه المعرفة يعني معرفتك بالواجب والمستحيل والجائز هل هي نفس الإيمان الذي كلفنا به؟ صار الإمام الأشعري قال هي نفس الإيمان، وإمام الحرمين بيقول معرفتها هي العقل، فمن لم يعرف هذه فلا عقل له. يعني يصير زي اللي شأن وشأن البهائم اللي ما يفرقش بين الايه الثلاثة. فالأشعري قال المعرفة هي ذي، أو ملزومة للإيمان، يعني هي ليست نفس الإيمان ولكن هي ملزومة، فيبقى هي ملزومة والإيمان إيه؟ لازم. فيكون الإيمان، يبقى شوف كده عند الأشعري الإيمان هو المعرفة، هي المعرفة هو إيه؟ المعرفة الواجب والمستحيل والجائز، لازم تجيب الواجب بعد المستحيل، ترتبها كده. ده عند مين ده؟ أما القاضي أبو بكر، تسمع القاضي يقول القاضي مين؟ الباقي اللاني. الباقي اللاني بيقول لا، معرفة الثلاثة دي ليست هي الإيمان ولكنها ملزومة للإيمان، والإيمان لازم إيه؟ لازم لها. ليه؟ لأنه الإيمان عند الباقي اللاني يقول هو إيه؟ هو حديث النفس التابع للمعرفة. يعني الإيمان مش هو المعرفة وإنما هو حديث النفس، فيكون الإيمان عنده من الكيفيات. شو هو حديث النفس التابع للمعرفة؟ يبقى معناها الإيمان هنا ليس اختياريا، يعني مدامت هو حديث النفس التابع للمعرفة، فهل هذا الكيفيات النفسانية هل هذه لنا مدخولية أو لنا دخل فيها؟ لا. يبقى إذن فكيف نكلف بالإيمان وهو إيه؟ لا يقع تحت اختيارنا لأنه هو حديث النفس التابع للمعرفة. قالوا التكليف به باعتبار أسبابه. يبقى عند الإمام الأشعري إنه معرفة الواجب والجائز والمستحيل هي الإيه؟ هي المعرفة. وعند الباقلاني قال لا، هذه ملزومة للإيمان، فيكون الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة. يعني إذا عرف الله تعالى الإنسان، إذا عرف الله تعالى وأذعن له واستمرت نفسه تتحدث بكمالات الله تعالى، مش حديث النفس يعني معناه حديث قولي، يعني انفعالات النفس، وتفكر في ذلك وتحدث النفس نفسها به وتطمئن إليه وتذعن وتتعلق به، قالوا هذا هو عين الإيمان. الإيمان هو إيه؟ حديث النفس التابع للمعرفة، لأن هذا الحديث النفسي الذي يملأ النفس تعظيما وإجلالا وتولها وتعلقا، هذا تابع عن إيه؟ تابع للمعرفة وليس هو المعرفة. فلو كان هو المعرفة حيصير أمر إيه؟ أمر اختياري تحت تكليفنا. أما إذا كان هو حديث النفس التابع للمعرفة يبقى خرج عن الاختيار، فكيف نكلف به؟ يعني مثلا إيه معنى التكليف؟ صدور التكليف مش طلب فعل، ده هو صدور ما إيه؟ كلمة ما يصدر من المكلف يشمل إيه؟ يشمل النية ويشمل القول ويشمل إيه؟ الفعل، كل ده تكليف. يعني أنت بتكلف إما بقول أو بفعل أو بنية. يبقى معنى هذا أن تكلف بما تستطيع أن تحصله بذاتك، كصلاة إيه؟ ركعتين مثلا، أو باعتبار أسبابه. يبقى إذن هنا صح تكليفنا بالإيمان باعتبار أسبابه، لأن الإيمان ليس فعلا وليس قولا وإنما هو حديث النفس، على التعريف حديث النفس التابع للمعرفة، فيكون التكليف به تكليفا بأسبابه.
يعني التكليف به تكليفا بالمعرفة التي حديث النفس تابع لها، يعني أنت تكلف بالمعرفة، فإذا حصلت المعرفة تبعها الإيمان. وضحت ولا لسه؟ ها؟ هل يلزم وجود الملزوم وجود اللازم؟ نعم، إذا كان التلازم معقدا في ملزوم يبقى في ما بالعقل كده، في حاجة ملزوم من غير لازم، ما دام في ملزوم يبقى في إيه؟ يبقى في لازم، لكن إذا كان في لازم مش شرط يكون في ملزوم، العكس لا، إلا في اللازم المساوي، في لازم إيه؟ مساوي، إنما الأعم والأخص لا يلزم، ما شرحناها في المنطق، فاكرين؟ يعني مثلا يلزم من كون هذا إنسانا يلزم أن يكون حيوانا، لكن العكس لا، لأنه قد يتحقق في نوع آخر، في جمل في فرس ما يلزمش، إذا كان حيوان يكون إنسان ممكن يكون فرس، لكن إذا كان إنسانا لكن تعكسها لا، لكن أحيانا تيجي صح، يعني يلزم من كونه ناطقا أن يكون إنسانا، ويلزم من كونه إنسانا أن يكون، هذا اسمه اللازم المساوي، خلاص كده لازم ايه المساوي. كيف الايمان فسر الايمان بالتصديق؟ مين فسر الايمان بالتصديق كما قال الاخوان وفسر الايمان بالتصديق؟ نعم، ما هو يعني نتكلم على حديث النفس، هذا تابع للمعرفه، والمعرفه ليس المراد بها العلم، لانه قد يوجد العلم ومعه الانكار، يعرفونه كما يعرفون وإن فلا يكتمون. أما الإيمان هنا ليس معناه العلم أو المعرفة فقط، ولكن المعرفة التي معها إذعان للتصديق. يبقى هنا يقول لك إن الإيمان عند الإمام الأشعري رضي الله عنه هو المعرفة، لكن ليس مراد بها مجرد العلم، للإجماع على أن العالم الجاحد كافر قطعا، ولذلك خذ بالك إن يجتمع الجحود مع إيه؟ لا، هات كده الآية اللي فيها فإنهم لا يكذبونك بآيات الله إيه؟ يجحدون. يبقى اجتمع هنا إيه؟ لا يكذبونك يعني إيه؟ يعني في تصديقه، وبعدين إيه؟ يجحدون، يعني يجتمع الجحود مع التصديق، إنما لا يجتمع التصديق مع التكذيب، ده اللي ضدين، وذلك بيقول وجحدوا بها واستيقنتها، يعني هو مصدق بس جاحد. هنا الجحود ماشي، الإنكار ده يجتمع مع إيه؟ مع التصديق، ولكن لا يجتمع التكذيب مع الايه؟ مع التصديق. ما ينفعش يقول لا يكذبونك ولكنهم يجحدون، يعني ولكنهم يكذبون، في هذا تناقض. وذلك شوف هنا بيقول لك هنا ايه المعنى ده مهم، بيقول لك العالم الجاحد كافر قطعا، ولذلك اليهود يعلمون، عندهم علم، يعلمون علم يقيني ان محمد رسول، امال كفروا ليه؟ مش الايمان هو المعرفه، لأنك بس لازم تكون معرفة مع قيد الإذعان والتسليم والرضا بما يعرف، زي مثلا أنت كنت بتتنافس مع واحد زميلك وأنت عايز تطلع الأول وهو عايز يطلع الأول، تروح تلقى النتيجة وأنت تكون واثق 100% أنك أنت الأول، تبص فجأة تلقاه طلع هو الأول، فلا يسعك الإنكار، ده طلعت مختومة بختم الجامعة فما تقدرش تنكر، فتضطر إيه تعمل إيه في الحالة دي؟ تقر ولكن لا تذعن، لا تسلم، لا ترضى. إذا الإيمان لابد يكون إقرار مع إذعان ورضا وتسليم، هذا الإيمان، حتى لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني ماذا أنت لا تجد حرجا أنه يطلع الأول يطلع قبلك، ويسلموا يعني يذعنوا إذعانا ويقبلوا قبولا. أما هؤلاء عندهم العلم ولكن ليس عندهم قبول ما علموا ولا الإذعان ولا التسليم، ليس لا يكون هذا الإيمان، إنما الإيمان هو المعرفة مع الإيه؟ مع الإذعان والقبول والتسليم، مش مجرد المعرفة، لأن الله تعالى قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما، يعني معناها عندهم علم يقيني كما يعرفون أبناءهم،
ولكن مع وجود هذا العلم لم يوجد الإذعان ولم يوجد الايه يعني بس وجد الإقرار مع الايه مع الجحود يعني الآن افتكرته يجتمع الجحود مع الإقرار يجتمع الجحود مع الايه مع الإقرار واضح قال كده الإمام الأشعري قال إيه العالم الجاحد كأف القضاء يعني عاوز المعرفة مع قيد الإذعان والخضوع وبناء على ذلك غير العارف اللي ما فيش عنده معرفة غير العارف لا يقال له مؤمن غير العارف يعني إيه معنى كده متى يصدق على الإنسان إنه عارف يفرض مثلا واحد لا يعرف يعني يجهل الصفة النفسية يبقى في هذه الحالة القطع أو الجزم على أن من جهل الصفة النفسية اللي هي الوجود غير مؤمن لأنه إذا جهل هذه الصفة فهو لما سواها أجهل إذا كان ما يعرفش صفة الوجود يبقى معناها حيعرف كيف القدم يبقى هنا إذا ما فيش خلاف فيه وأما الصفات السلبية فالجاهل بقدم الله ووحدانية الله وبقاء الله وقيامه بنفسه كافر قطعا لكن هنا في صفة المخالفة للحوادث يعني من ماثل بين الله والمخلوقات يكفر قطعا إذا صرح بالمثلية لأنه يعتبر تكذيب للنص وأما تفاصيل ذلك شوف النص جاء محكما وجاء دقيقا قال تعالى ليس كمثله شيء فنفى مثلية الشيء له ولم ينفي مثليته هو عن الشيء مع أنه في تلازم يعني إذا كنت أنا مثلا لا أماثلك فيلزم أنك أنت أيضا لا تماثلني كده ولكن لما جاء نفى المثلية عن الشيء لأنه فين اسم ليس ليس كمثله شيء يبقى شيء ده اسم ليس مش خبر ليس يبقى شيء ده هو إيه وما الفن الخبر اللي هو دخلت عليه الكاف اشتغل بالايه بالجر اصل الكلام ليس شيء مثله ده خبر ايه ليس اللي هو مثل انما اسم ليس اللي هو ايه شيء يعني معناها نفى مثليته عن الشيء وذلك هم لم يسموها العلماء نفي الايه نفي المماثله انما قالوها كده المخالفه للحوادث فلو اعتبرنا نفي المثلية عن الشيء نقول ايه نقول عليها المماثلة نفي المماثلة ولو اعتبرناها في جانب لا نقول عليها المخالفة لان المخالفة لا تعتبر الا في الجانب الاقوى يعني مثلا لا اقول في الضعيف انه يخالفني ده انا اللي اخالفه لكن اقول انه لا يماثلني فانفي مثليته لما يجي في الجانب الاقوى أجيب كلمة اللي إيه؟ المخالف لأني لو ما كنتش أقوى منك مش هقدر أخالفك إنما كل ما في الأمر اللي هتقدر أنت تعمل فيه مش هتقدر تشبهني مش هتقدر تماثلني لكن كلمة تخالفني فينك أنت عشان تخالف يبقى تعتبر المخالفة فيه في الأقوى والمماثلة فين في الأضعف ولذلك لما أسندت للشيء جاءت المماثلة ولما أسندت لله جاءت الإيه المخالفة يبقى اللي يعتقد المثلية أو المماثلة يعني بين الله تعالى وبين خلقه كافر قطعا إذا صرح بها ده في الجملة أما تفاصيل ذلك فقد يكون فيها بحث من بعض العلماء وعلى كل حال يعني في التفاصيل لا يخلو عن الابتداع ولذلك مثبت الجهة والحد وإلى غير ذلك يلزمه يعني لو واحد أثبت الجهة لله تعالى أو الحد يعني أن له حدا يلزمه نفي صفة المخالفة وإذا أثبت الجهة أو الحد يلزم من هذا ولكن لا يكفرون أي أهل التحقيق باللوازم وعندك العبارة المشهورة لازم المذهب ليس إيه ليس بمذهب يعني إحنا عاوزين كلام صريح في هذه الحالة إذا صرح بالمثلية يكفر لكن إذا لزم من كلامه المثلية يبقى مبتدع بس يبقى لا نكفر باللوازم لأنه ممكن يكون جاهل لا
طب اما الصفات المعنويه احنا عندنا فهمنا النفي او الجهل بالصفه النفسيه كفر وبالسلبيه بالتفصيل اللي قلناه. اما الصفات عندك باقي الصفات المعنويه وباقي الصفات المعاني ايهما الجهل به كفر المعنويه ولا المعاني؟ ها لا المعنوي يعني عارف لو واحد انكر المعنويه يكفر لما ينكر المعاني ما يكفرش. بدل من المعتزله انكروا ايه صفات المعاني ولم يكفر انما المعنويه دي اجماع ومنكرها ايه كافر. الصفات الايه المعنويه بمعنى ان تنكر ان الله تعالى عالم لكن كونك تنكر انه في صفه اسمها صفه العلم ده موضوع ثاني يبقى اسمها ايه المعنويه. انما انكار العلم نفسه اللي هو ايه المعنويه انما انكار الصفه يعني انكار كونه تعالى عالما او قادرا هذا كفر. انما انكار انه في صفه اسمها العلم زياده على الذات ده اسمه ايه صفات الايه المعاني. يبقى الصفات المعنويه انكارها او الجهل بها كفر بخلاف الايه بخلاف المعاني. لانه لو قلنا انه انكارها كفر او الجهل بها كفر حيلزم على ذلك تكفير مين المعتزله. كيف لم يكفر المعتزله كما ان العلم يستلزم وجود يستلزم العالم يعني صفات المعنوي لا العكس يعني العلم يلزم منه ايه كونه عالما لكن العكس لا يعني ممكن يكون عالما بس لا توجد صفه اسمها العلم وعالم بذاته كما قال المعتزله يقولون عالم بذاته لا بصفة زائدة تسمى العلم. لو هو المهم أنهم يقولون أنه عالم وقادر أو لا يقولون يقولون بذلك لكن لا يقولون بوجود صفات زائدة على الذات ولأجل هذا لم يكفروا وإنما إيه أصبحوا مبتدعة أو فساق أو ضلال لأنهم ما أنكروا الإيه كونه عالما ولا قادرا وإلا هينكر النصوص القرآنية إن الله سميع بصير عليم إلى ما أنكروا ذلك بل يقرون به ويقولون هو عالم وهو قادر ولكن لا يقولون به بصفة اسمها القدرة زائدة على الذات ولكن يقولون به بالمعنوية يعني بكونه قادرا ها ولا يقولون به بوجود صفة اسمها القدرة. والسبب في ذلك أنهم يعني بالغوا في التوحيد حتى إيه قالوا لا نريد تعدد القديم عشان يبقى القديم عندهم ايه لا يكون الا واحدا فلو قالوا انه ذات قديمه وصفات قديمه حيتعدد القديم وهذا معناه الشرك. يقول لك النصارى لم يكفروا الا باثبات ثلاثه ما احنا لو اثبتنا سبع صفات وثمانيه لو كنا ما تريدين يبقى كده مصيبه اكبر اذا كان ثلاثه. والرد عليهم بسيط أن الذي يضر التوحيد هو تعدد الذات الذوات وليس تعدد الصفات فمهما تعددت الصفات فالموصوف واحد إنما تعدد الذات ده الشرك هو الشرك ده. وذلك النصارى لم يعددوا في الحقيقة في الصفات ده عددوا في الذوات. وذلك ابن تيمية في كتاب اسمه الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح يقول لك النصارى دول ايه عبارة عن مجانين يعني مش عقلاء. كلام ابن تيمة مش احنا ما نقرأ لو عايزين يحبسوا ابن تيمة احنا هو اللي ضد الوحدة الوطنية مش احنا. بيقول ايه في كتاب الجواب الصحيح النصارى حيارى متناقضون. تعالوا الثلاثة اللي بتقولوا عليهم دول ثلاثة دول ذوات ولا صفات يعني انتوا بتقولوا ثلاثة كده بيقولوا ثلاثة لقد كفر الذين قالوا هل هذه الثلاثة ذوات ولا صفات؟ ما هو ما فيش جواب اما تكون ذوات يا اما تكون ايه؟ فافرض واحد نصراني قال لك يعني خلاص احنا هنهرب من موضوع الشرك ده وهنقول احنا ذو صفات. ما دام قلنا صفات حيبقى شأن مين الأشاعرة؟ والأشاعرة قالوا العلم صفة والقدرة صفة وعددوا الصفات ومع ذلك قالوا ان الموصوف ايه؟ واحد. يبقى احنا كده هنبقوا مع أهل السنة. يقول لهم لا إذا قال النصارى أن الأقانيم الثلاثة صفات في مصيبة أكبر حتترتب على ذلك وهو يمتنع أن يكون المسيح إلها. هو المسيح ده ليس صفة ده ذات وله صفات. هم بيقولوا في الثلاثة فيهم الآب والابن. مين الابن ده؟ عيسى. أبو عيسى ده صفة ولا ذات؟
والله انتوا احرار ان خلتوها صفات طلعوا عيسى برا الموضوع. ايه هي الصفات؟ هيقول لك العلم والوجود والحياة. يبقى معناها عيسى مش داخل في الموضوع. يبقى عيسى عبد زي زينا. ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. طب وان قالوا ذوات، خلاص خلصت، وضحت الايه المساله وظهر الايه الباطل. ما دام قالوا ذوات خلاص انتهت، معناها ثلاثه. وصدق الله تعالى لانه قال قالوا ان الله ثالث ثلاث، يعني معناها الثلاثه الهه والثلاثه ذوات من الصفات. والا لم لا يتصور الشرك في تعدد الصفات. ما احنا بنقوله كده، في واحد نصراني يقول لك انتوا بتقولوا علينا بالتثليث. لما انتوا يا ايها المسلمون انتم تقولون بالتثليث، فين التثليث؟ مش انتوا بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ هم دول ثلاثه، يعني ما قلتوش مثلا الرحيم الرحمن، ما كملتوش اربعه، وقفتوا عند ثلاثه ليه؟ وحتى يا اخي لما يجي واحد منكم من الجماعه بتوع الاسواق والعربجيه دول يحلف بالطلاق، يقول لك طلاق بالثلاث. هم يفكروا الثلاثه عن الثلاثه بتوعهم هم، كل واحد يدور على الثلاثه اللي في ذهنه اللي عنده اللي تخصه يعني. وكل حاجه خلوها في الوجود ثلاثه، كل حاجه. صور المثلث يقول لك ثلاثه، طب المربع ثلاثه برضه. وبعدين الشمس يقول لك ثلاث حاجات، الجسم ونور ضياء وايه وحراره، يعني كل حاجه خلوها ثلاثه عشان يثبتوا ايه الثلاثه. لما هنا بسم الله الرحمن الرحيم ده دي صفات والموصوف واحد، فلو كانت ثلاثه كان قلنا كده حطينا الواو بسم الله والرحمن الرحيم، لما ما فيش واو. انما هم عندهم الواو، يقول لك الاب والابن و، شوف الواو عندهم لازم تتحط والا مش هيبقى فيه ثلاثه. هات لي كده مسيحي ما يحطش الواو، ده لازم من الواو. عارف لو حط او نقول مثلا ده الواو، يعني ده عطف يقتضي الايه المغايره. يلا ما تكفرناش بك، خلينا نكمل. ثم ان المعرفه بهذه الثلاثه في حقه تعالى وفي حق رسوله عليه الصلاه والسلام. فين انت وصلت فين؟ ثم ان المعرفه ثم ان المعرفة بهذه الثلاثة هي الواجب والمستحيل والجائز في حق الله تعالى وفي حق رسله عليه الصلاة والسلام. هل هي نفس الإمام؟ قلنا ده كلام من الأشعري، كلام الإمام الباقر. الآن يقول لك لا، ليست المعرفة هي نفس الإيمان، ولكن الإيمان هو حديث النفس التابع لها، التابع للمعرفة. وعلى ذلك يكون الإيمان ليس إيه أمرا تكليفيا ولكنه كيفية، والكيفيات لا تدخل تحت الاختيار، فلا نكلف بها، إنما نكلف بها باعتبار أسبابها. يلا. ثم إن المعرفة بهذه الثلاثة في حقه تعالى، ارفع صوتك عشان القوم لا يسمعون، وفي حق رسوله عليهم الصلاة والسلام، هل هي نفس الإيمان الذي كلفنا به وهو مذهب الأشعري؟ الأشعري قال لك هي نفس الإيمان، الباقي اللاني قال لا الايمان تابع له، يعني انت مكلف بالمعرفه، يجي لك الايمان بعدها. يعني الايمان ده حاجه ايه تجي لك من عند الله، اولئك كتب في قلوبهم الايمان، يعني حاجه مش انت اللي هتجيبها، دي هتيجي تابعه لايه؟ للمعرفه التي انت كلفت بها. ما هو يقول لك التكليف باعتبار اسبابه، هو مكلف بالامام باعتبار اسبابه، ولكن لا باعتبار انه كيفيه نفسانيه، فالكيفيات النفسانيه لا نكلف بها لانها ليست امر اختياري. يعني انت مثلا لو قلت لك افرح او احزن، احزن ده الحزن ما تقدرش الا اذا كان في اسباب. واحد قال لك يا شيخ مصطفى خلاص فصلوك، ما تبص تنكدت وشيء وعاوز ايه تقوم بعمليه انتحار، خلاص جالك باعتبار الاسباب. ولو اقول لك مثلا ده جالك واحد مش عارف منين طلع قريبك وطلع لك مليار مره واحده، حتطير من الفرح، لكنك ايه باعتبار الايه الاسباب، فلا تستطيع ان تفرح ولا تحزن الا بواسطه الايه الاسباب. يلا.
أو ملزومة للإيمان، فيكون الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة. يعني الإيمان لازم والمعرفة ملزومة. وهو مذهب القاضي وصححه القاضي اللي هو مين؟ الباقلاني كده؟ وصححه بعض الأئمة لأنه أنسب لمعنى الإيمان، لأنه جاء حتى في الحديث كده اللي هو الرجل الذي قال إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم هذا حديث النفس، مش حديث يعني قوله، يعني النفس تنفعل به ويعني يدفعها ذلك إلى التعظيم والإجلال والتعلق والخوف وهذا الإيمان. فقال ايه؟ قال نحن اجد في نفسي كلام كده ما اقدرش اقوله، استعظم ذلك، يعني اتمنى الارض تبلعني ولا انطق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اوجدتموه؟ حصل ده؟ قال نعم. قال ذلك صريح الايمان. ده الكلام ده انه تعريف الايمان انه هو حديث النفس، ده يناسب ما جاء في الحديث. بس طبعا احنا قلنا ما ينافيش الثاني برضه، انه الثاني اعتبار اسباب ده انت مكلف به، انما الثاني غير مكلف به. ولذلك الايمان ده حتى ايات القران كده ايه: فمن شرح الله صدره للاسلام، ولكن من شرح بالكفر صدره، يعني ده كيفيه نفسانيه، هو حديث النفس التابع للايه؟ للمعرفه. وحقيقه الواجب، هذه مساله ثانيه، وحقيقه الواجب، يعني عاوز يقول لك هنا حد كده المتن كده بيقول لك ايه؟ يجب على المكلف أن يعرف ما يجب في حق، إيه هو الواجب؟ حيشرح لك الواجب. وحقيقة الواجب، حقيقة الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه إما بلا تأمل، ويسمى الضرورية. يعني يبقى الواجب على 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 نوعين، بس هو تعريف واحد، ما لا يتصور في العقل عدمه. يبقى إذن ما هو الذي لا إما أن يكون هذا ضروري أو أن يكون نظري، خلاص كده؟ يعني ممكن يكون واجب ضروري، واجب إيه؟ واجب نظري، واضح؟ وفي ذاتي وفي إيه؟ وفي عرضي، فاكرين المقدمات؟ أيوه ذا. ككون الواحد نصف نصف الاثنين مثلا. يعني عاوز يقول لك ضروري زي إيه؟ زي إيه ضروري؟ ككون الواحد نصف نصف الاثنين مثلا، مثلا يعني، او الاثنين نصف الاربعه، يعني ما تقفش هو بس ده الواحد، ده المثال، هو ده واحد من ملايين الامثله. واما بعد التامل يسمى النظريه، يعني بعد التامل يسمى ايه؟ نظري. ككون الواحد نصف نصف سدس الاثني عشر مثلا، يعني لو قالوا لك الواحد ده نصف سدس الاثني عشر مش هتفهمها الا لما تجيب آلة حال، وهي هي بس في الاخر بعد ما تفهمها تصبح يعني الاثني عشر سدسهم كام؟ اثنين، ونصف الاثنين واحد، هي يعني بس ايه ما فهمتهاش بسرعه زي الايه؟ زي الواحد نصف الاثنين، ده لو ما فهمتش ان الواحد نصف الاثنين ما تبقاش بني ادم، روح شوف لك الموضوع ده. يلا. لما قدم الحكم بوجوب معرفه المكلف شرعا، شرعا لما قدم الحكم بوجوب معرفه المكلف شرعا لما يجب عقلا وما يستحيل عقلا وما يجوز عقلا، يعني الثلاثة دول ايه؟ عقلا، ولكن وجوبهم شرعا، يعني اللي يجب يعني الواجب العقلي، والمستحيل المستحيل الايه؟ العقلي، والممكن اللي هو الايه؟ الجائز العقلي، ولكن معرفة دول الثلاثة اللي ده عقلي وده عقلي واجبة شرعا، ما فيش هنا تناقض، دي حاجة وده حاجة ثانية. الله أكبر. الله حقيقة الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه إما بلا تأمل، ويسمى الضروري، ككون الواحد نصف الاثنين مثلا، وإما بعد التأمل ويسمى النظري، المراد بالتأمل يعني التفكر، ككون الواحد نصف
سدس الاثني عشر مثلا. خلاص كده يبقى الواحد نصف سدس الاثني عشر. يبقى لو كانوا 24 يبقى الواحد كام؟ سدس. هذيك مش عارفين في الحساب ولا كده. يعني إذا كان الواحد نصف سدس الاثني عشر، لو كانوا 24 يبقى الواحد هو إيه؟ والربع ولا هو السدس؟ يبقى نصف سدس ال 24 اثنين. أيوه تمام. لما قدم الحكم بوجوب معرفة المكلف شرعا لما يجب عقلا وما يستحيل عقلا وما يجوز عقلا في حق الله تعالى وفي حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، كان الحكم على شيء أو بشيء موقوفا على تصور معناهما. الضمير يرجع على إيه هنا؟ نعم؟ وكان الحكم على شيء أو بشيء موقوفا على تصور معناهما. معناهما يعني معنى إيه؟ ها؟ لا، تعين على كل مكلف أن يعرف معنى الحكم العقلي وأقسامه ومعانيه ليعرف بذلك. فلما قدم الحكم بوجوب معرفة المكلف شرعا لما يجب عقلا وما يستحيل وما يجوز في حق الله وفي حق الرسل، وكان الحكم على شيء أو بشيء موقوفا على تصور معناهما. يبقى الحكم والمحكوم به لا تصور الواجب وتصور ايه الثاني معناهما؟ ولا الواجب الضروري والواجب النظري؟ ها؟ يبقى إذا ممكن يكون الواجب الشرعي والواجب العقلي، ممكن حيبان من ما الحكم على الشيء هذا قد يكون. لا احنا عاوزين كلمة معناهما يرجع على ايه بس، ده اللي احنا عاوزينه. ها؟ يبقى العقل والشرع. خلاص كده؟ فكروا وأنا أكمل في اللي بعده. تعين على كل مكلف أن يعرف معنى الحكم العقلي وأقسامه، معنى الحكم العقلي وأقسام الحكم العقلي ومعانيها. يعني يجب على كل مكلف التمييز بين الواجب والمستحيل والجائز أو الوجوب والاستحالة والجواز في ذلك، وذلك أن هذه الأحكام العقلية هي التي تضبط عقل الإنسان، بحيث إذا اختلط على الواحد الفرق بينها وخلط بينها فلا عقل له، وصار كالعجماوات التي يدفعها إلى الفعل وهمها لا عقلها. يبقى التمييز يظهر للواحد ضرورة التمييز بين هذه الأحكام، لأن الواجب مثلا أن عليه الاعتقاد بأن كون الله تعالى واحدا واجب وليس جائزا بممكن، وليس جائزا يعني يمكن سواه، وكذلك اعتقاد قدرة الله واجب، وكون القدرة ثابتة واجب لا جائز ولا مستحيل، ووجود العالم جائز لا مستحيل ولا واجب، ووجود إله آخر مستحيل لا واجب ولا، هذا معناها إيه؟ الأحكام التي تضبط عقل الإيه؟ الإنسان. فالزعم بأنه لا ضرورة للتمييز بين هذه الأحكام ناشئ عن جهل بقيمتها ومعناها. ثم إن هذا الحكم لا يصدر إلا عمن جهلها، إذ كل العلماء المحققون، المحققون مش المحققين في تحتي، إذ كل العلماء المحققين صح أجمعوا على لزوم معرفتها والتمييز بينها وعدم الخلط بين مصادقها، فلا صح القول على مصادق الواجب أنها جائزة ولا على المستحيل أنها واجبة أو جائزة وهكذا.
وأغلب الخلق والجهل في علم التوحيد هذا منشأه، ولذلك كان من الضروري بيانها في أول الدروس أو أول التعليم هذه الأشياء. ثم قال تعين على كل مكلف أن يعرف معنى الحكم العقلي، وبعدين الحكم العقلي تحت أقسام، ويعرف معنى كل قسم، أو معنى أن يعرف الحكم العقلي وأقسام الحكم العقلي ومعانيها، يعني ومعاني هذه الأقسام، ليعرف بذلك معنى وجوب ما يجب من الكمالات لمولانا تبارك وتعالى، ومعنى استحالة ما ينزه عنه أو يتنزه، ومعنى جواز ما يجوز في حقه تعالى، ويعرف بذلك ما تتعلق به الصفات من أقسام الحكم العقلي وما لا تتعلق به منها، ويفهم ذلك وبفهم ذلك يتأتى له فهم البراهين وفهم لزوم المعارف لها ورد الشبه والجهالات، كل ذا مفهوم ها؟ ورد الشبه والجهالات التي صاحبتها، وبذلك يعرف أيضا ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وما يستحيل وما يجوز. أما معنى الحكم العقلي فهو، والآن هيعرف الحكم العقلي، فهو إثبات أمر أو نفيه، لازم كده كلمة نفيه لا تعود على الأمر الموجود هنا، إنما تعود على محذوف، ده يسمى ذا اختفاء، يعني إثبات أمر لأمر، إثبات أمر لأمر أو نفيه، أو نفي أمر أو نفيه يعني عن أمر آخر، ولا يرجع النفي إلى الأمر الذي فيه الإثبات حتى لا يجتمع له، مفهوم كده؟ زي قوله تعالى لا نفرق بين أحد، فالتفرقة لا تكون بين أحد، لازم تكون بين أحد وأحد، من أصل تركيب الآية لا نفرق بين أحد وأحد، حذف واحدة اكتفى بواحدة عن الثانية، لأن التفرقة لا تكون إلا بين شيئين، لا بين أحد، بين أحد وأحد. يبقى هنا إثبات أمر أو نفيه، يبقى كده إثبات أمر لأمر أو نفيه يعني عن أمر آخر وليس عن الأمر الذي فيه الإثبات، من غير توقف على تكرر ولا وضع واضح. يبقى هنا لما قال من غير توقف على التكرر أخرج الحكم العادي، أخرج العادي ولا وضع واضح، أخرج الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي بوضع الشارع. فقولنا يعني بيشرح الكلام اللي قال من غير توقف على تكرر احتراز من الحكم العادي، مفهوم الكلام هنقرأ كده عقول ما المفهوم، أي الذي عرف من العادة، يعني سمي عادي لأنه عرف من الإيه؟ العادة. خذ بالك الأحكام الثلاثة تبدأ بالشرعي كده، تقول لما ترتبه الحكم الشرعي ونقول العادي بعد الشرعي بني آدم، وبعدين التأثر العقلي، يبقى لماذا قدمنا الشرعي لشرفه؟ طب ولماذا السؤال كده مركب، لماذا قدمنا الشرعي وأخرنا العقلي ووسطنا وكذا لازم جبنا العادي فين في الوسط؟ فقدم الشرعي لشرفه وأخر العقلي مع أنه أقوى من العادي، إذن ثم بالعادي لاشتراكه مع الشرعي في الاستناد، فهذا يستند الشرعي إلى الشرع والعادي يستند، أما العقلي فإنه غير مستند بالكلية. يبقى هنا سبب التقديم وسبب التأخير واضح. يجي بعد كده من غير توقف على تكرر احتراز من الحكم العادي، إنه العادي ده كيف عرفناه؟ كيف حصل العقلي غير مستند يا مولانا؟ يعني هو نفسه هو الحكم، هو العقل أيوه، فغير مستند إلا أمر آخر. صح نعم، يعني كأنه الأحكام ده برضو ده سؤال، يعني أو مش سؤال، هو عارف الجواب بس هو ده نكشة كده. العقل ده هو مجرد العقل، لأنه فهمه هو ده العقل، فلا يقال مستند، يعني كأن الأحكام كلها مستندة إلى العقل حتى الشرعي، ولكن
زاد الشرع بأمر آخر هو الشرع، وزاد العادي بأمر آخر هو العادة، أما العقل فلم يزد فلا يقال مستند، لأن الاستناد يعتبر شيء غير العقل، لأنه أنت حتفهم الشرع كيف تفهم أن الصلاة واجب والعلاقة والنسبة إلا إذا كان عندك عقل. لو ما عندكش عقل يعني مثلا لو قلت مليون مرة للبهيمة أو للحمار الصلاة واجبة لا يفهمها، مع أنه ده حكم إيه شرعي مش عاوز عقل، لا مش عاوز عقل، ده أنت اللي مش عاوز العقل، أنت اللي ما عندكش عقل، لا لازم تفهم بالعقل. والعادي أيضا لازم تفهم بالعقل. أمال إيه معنى يعني التفرقة بينهم؟ إنه كل واحد فيهم لا يفهم إلا بالعقل، ولكن يحتاج الشرع إلى زيادة حاجة خارجة يستند إليها من خارج العقل وهو الشرع. والثاني الأمر اللي فيه تكرر فيه تجربة فتفهم كده. يجي واحد يقول لك يا أخي إذا كان ده مستند إلى الشرع وهذا مستند إلى العقل، يبقى العقل مستند إلى العقل، جودك إنك ما تفهمش معنى المستند. مفهوم؟ وذلك الفرق بينكم وبين السلفية عدم فهم الاستناد. ده بيقولوا الآن بيقولوا بيطالبوا مش عاوزين الكتب، يقول لك هذه الكتب لا تستند إلى كتاب ولا سنة ولا عادة، يعني الآن بيحارب الكتب ولك عاوزين دراسة العقيدة في جامعة الأزهر مستندة إلى إيه؟ إلى الكتاب والسنة فقط. شفت ليه؟ يقولك عاوزين يعني بس من الكتاب والسنة، يعني مثلا الآيات وشرحها وحديث، مش عاوزين أدلة عقلية ولا مقدمات منطقية ولا أي شيء. تقول لنا إيه المانع؟ خلينا معهم تنزلا، ليه العقل بالذات في العقائد؟ ده الأصل يا مولانا، هو يعني هو رب سبحانه وتعالى كلف الناس أصلا يعني شروط التكليف العقل، فنوافقهم في ذلك بشرط إسقاط شرط من شروط التكليف الثلاثة، العقل والبلوغ وبلوغ الدعوة. طبعا الدعوة بلغت، ولو لم يكن للناس عقل كيف يفهمون بلوغ الدعوة؟ والتكليف طبعا ده البلوغ ده أمر جزء، لكن ده عارف البلوغ لا يسمى بالغ إلا بارتباطه بالعقل بالناحية الكمال، يعني كان الشرط الوحيد اللي هو العقل، فلو سقط لسقط التكليف نفسه، يكون في إسناد مش هو مناط التكليف، يعني هل يكلف غير العاقل؟ إن أنا رأيت ممكن اللي هو صبي ولم يبلغ ممكن يكلف مميز في كلام في التكليف، انما العقل ده ما ينزلش، ده هو اساء هو المناط. ولما نقول مش عاوزين استناد يعني شيء يعني قبل ضياع العلم، ولا تقوم الساعه حتى ايه يضيع العلم وينتشر الجهل ويطلب العلم عند الاصاغر. عند الاصاغر صح، هم يطلب عندهم مش عندهم علم. أنا حاولت أسمع يعني علم منهم ما وجدت، حاجات محفوظات كده أو معلومات، لكن علم لا، ما شفت قاعدة ولا بيقيس ولا بيستنبط ولا يفهم، بس يكر حاجات كده محفوظة زي شريط بالظبط، بعد ما يخلص روح مباشرة هو مخلص زي بالظبط، كأنه يعني حاجة كده مجرد ما ينتهي يفرغ ما عنده إيه تماما ربط عادي. والله ما عارف ربط ايه ثاني، مش عارف مش عارفين من اي نوع من الانواع ربط، يعني عاوزين يقولوا غير عقلي مش هينفع ربط ايه لنا. فين يا شيخ؟ اما معنى الحكم العقلي فهو اثبات امر او نفيه من غير توقف على تكرر ولا وضع واضح، مفهوم كده؟ فقولنا من غير توقف على تكرر احتراز من الحكم العادي، لأن العادي ده مش هيعرف إلا بالتكرار والتجربة، يعني عارف لو واحد مثلا لم يشهد الإحراق في النار إلا مرة واحدة ما يسمىش ده حكم عادي، لا حكم عقلي ده، إنما لازم يتكرر حتى يحكم بأنه عادي بواسطة التكرر والتجربة، كقولنا أكل هذا الطعام يسخن البدن وأكل هذا لا يسخنه، يعني
يعني مثلا لو جبت مثلا الشطة وسفيت او بلعت جسمك ايه يولع، واكل هذا لا يسخنه، وهذا يعني حاجة تانية غير الطعام الحار، يعني مش هذا يعني في مأكول اسمه هذا، هذا ده إشارة إلى حاجة تانية. وقولنا ولا وضع واضع احتراز من الحكم الشرعي الذي عرف من الشرع، يعني لما نقول كده الصلاة واجبة، العقل لا يحكم بوجوب الصلاة ولا يحكم أيضا بعدم الوجوب، إنما هذا حكم إيه؟ مستند إلى إيه؟ إلى الشرع، يعني العقل لو قلت له واجب يقول لك ما عنديش مانع، غير واجب يعني مستوي عنده، المهم لا يحكم بالاستحالة، يعني بالجواز. كقولنا أكل هذا الطعام يسخن البدن، وأكل هذا عن الطعام الغير ده. وقولنا ولا وضع واضع احتراز من الحكم الشرعي الذي عرف من الشرع، زي الزنا حرام، السرقة حرام، أي حكم مش شرط يكون واجب وحرام، ممكن يكون مندوب، مثلا نقول صلاة الضحى نقول إيه مندوبة برضه حكم شرعي، يعني مش فقط الحكم الشرعي انه ده حرام او واجب، ممكن يكون مندوب، ممكن يكون في المكروه، ممكن يكون في المباح ايضا، فكله يسمى ايه حكم شرعي اذا كان مستند التحريم او الكراهه او الاباحه، اذا كان الشرع يسمى حكم ايه شرعي. فان الاثبات فيه ايضا او النفي انما عرف وحكم بهما بواسطة وضع الشرع لهما، يعني الإثبات والنفي، الإثبات والنفي لهما، الإثبات إيه والنفي. فقولنا البر بالتمر يجوز فيه التفاضل، القمح يعني يجوز فيه التفاضل، ليه؟ لأنه مختلف الأجناس. طب والبر بالبر لا يجوز، ليه؟ لأنه متحد، إذا اختلف في الأجناس فبيعوا كيف شئتم، هذه حكم إيه ده شرع. والحكم الشرع ممكن يكون إيه ضروري، ممكن يكون إيه نظري، وممكن يكون إثبات، وممكن يكون إيه نفي، ممكن يكون واجب ذاتي، ممكن يكون واجب، يعني كل واحد فيهم تضربوا ثلاثة يطلع كام 24 كده تكريم في المقدمات. نعم ومثال الإثبات، مثال الإثبات في الحكم العقلي، كل موجود فهو إما قديم وإما حادث، ده اسمها دي إذن دي قضية إذن شرطية دي من شرطية منفصلة على متصلة دي منفصلة دي إما بدأت فيها إما يبقى منفصلة دي إيه مانع الجمع ولا مانع الخلو ولا مانعتهما كيف تعظين الدرس انت لأن مركبة من الشيء وإيه ضده لا المانعة الحقيقية لمانعة الجمع مركبة من الشيء ونقيده أو المساوي للنقيد لأنه هنا نقيد قديم لا قديم والمساوي للنقيد هو حادث في الأساس الاثنين أمران وجوديان ضدان غير أنه لا يوجد ثالث فبسمت ضد على المتناقض نتكلم هنا على الشرطية المنفصلة ثلاث أنواع مانعة جمع وهي أن تتركب من الشيء والأخص من نتيجة ومانعة خلو وهي أن تتركب من الشيء والأعم ومانعتهما وهي أن تتركب من الشيء ونقيضه او المساوي للنقيض فهنا مركبه من ايه من لانه نقيض ما هو نقيض القدم لا قدم الحدوث ده مساوي للنقيض فكانها مركبه من الشيء ونقيض فيتمنع الجمع وتمنع الخلو ايضا فلا يكون الموجود قديما وحادثا ولا يرتفع ايه عنه القدم والحدوث معا من عايز اقول لنا هما في الاصل القديم والحادث اللي هما ضدان لكن ضد مساوي للنقيض ايه ضد مساوي للنقيض ضد المساوي للنقيض الذي ياخذ نفس الحكم النقيض لا يجتمع عنه ليس ضدان ولا نقيضان الضدان اما تتركبش من الضدين
ممكن يكون هو الأخص يبقى هو الضد ده. إنما هنا المساوي ما يكونش ضد، يكون نقيض، لأن المساوي زيه بالضبط. الاصطلاح يا مولانا يكون أنه ضد مساوي للنقيض. يا ابني افهم بعدين أجيب العصاية بعدين. يا ريت يا مولانا. الضدان أمران وجوديان زي البياض والسلام، تقابل أربعة والنقيضان واحد وجودي والثاني عدمي. فهنا الوجودي اللي هو القدم، الحدوث ده عدمي، الحدوث معناه عدم القدم، لا شيء اسمه الحدوث، الحدوث معناه عدم انتفاء القدم، فده عدمي وليس وجودي، إنما الوجودي زي البياض وزي إيه وزي السواد، هذا عدم يعني احدهما وجودي والثاني عدم. فما المراد بالحدوث؟ عدم القدم. يبقى اذا مساوي للنقيض ولا مش مساوي؟ مساوي للنقيض خلاص، راجعه وتعالى. لكن الاثنين في اصل ضدان. لا تدفع ثمن. ابيض لا ابيض نقيضان. ايوه صح كويس جدا. ابيض اسود ايه ضدان. لا احنا عايزين نقول نقيض ابيض ايه لا ابيض. طب واسود؟ ابيض اسود ضدان. ما نتكلمش عن ابيض نقيض ولا ابيض. طب لما نقول لا ابيض نقول اسود، انت اسود هو ايه هنا؟ مساوي. مساوي هنا خاص هنا. جات معك ولا لسه؟ الحمد لله. الحمد لله. ومثال الاثبات في الحكم العقلي قولنا مثلا، ده لسه احنا شارحين الدرس امبارح هتنسهم. ومثال الإثبات في الحكم العقلي قولنا مثلا كل موجود فهو إما قديم وإما حادث. عرض زي إيه المسألة دي؟ زي العدد، إما زوج وإما فرد. هي مركبة من الشيء هي الحقيقية دي. مركبة من الشيء والمساوي للنقيض زوج وفرد، لكن النقيض زوج لا زوج. بدل مساوي للنقيض لأن العدد لا يكون زوجا وفردا ولا يرتفع عنه الفردية ولا الزوجية، فهي مانعته يعني تمنع الجمع وتمنع الخلو. هنسيب الزانوسية ونروح للسلم. خلينا بس هي جات كده. الآن عرفنا فائدة أو مدى احتياجنا إلى المنظر، فهمناها. فالحكم بإثبات أحد الأمرين لكل موجود يعرفه العقل بلا واسطة تكرر ولا تجربة. احنا عرفنا انه الآن فهمنا انه الاستناد ده أمر زيادة، وقال لك بلا واسطة يعني معناها إذا كان العقل بواسطة إذا ده هو المستند، بغير واسطة فلا يقال المستند، لأن الشيء لا يستند إلى نفسه، ده لازم استناد لكل أمر خارج زيادة. وذلك عرفنا ليه العقل غير مستند، لأنه كيف يستند؟ يعني حيستند إلى العقل ما هو العقل إلى نفسه لازم الاستناد. يعني أنا عاوز استند لأني جالس وما فيش حاجة وراي، حستند كيف؟ يا أخي استند على نفسك. كيف استند على نفسك؟ إذا لازم الاستناد يكون في حاجة وراك تستند عليها، أو يمينك أو شمالك أو أمامك. إنما إذا كان ما فيش شيء إذا أنت غير مستند بالإيه؟ بالمرة. ولا واسطة تعليم شرع ووضعه، وإنما ذات توضيح. يعني التعليم والوضع، التعليم يكون بوضع والوضع يكون تعليما، وإنما حصل ذلك بمحض خلق الله له في إيه؟ في القلب عاريا عن القيدين. سبحان الله. القيد يعني اللي هو التكرر والتجربة، واللي هو الوضع يعني يخلق الله تعالى في القلب عاريا عن القيدين. ومثال النفي قولنا كل موجود لا يخلو عن القدم والحدوث معا، يعني يا إما يكون قديم يا إما يكون حادث، فلا يكون لا قديم ولا حادث. في موجود كده ده خبل، لا قديم ولا حادث، ما حيكون ايه؟ ما فيش حاجة اسمه لا قديم، يا إما قديم يا إما حادث. والوجود في الحقيقة واحد بس ولو قديم فقط، ده تصور ده. وحدة الوجود وليس وحدة الموجود، لأن الوجود لا يكون إلا لله. وجود الحق وصفة لله، فهل أنت تأخذ صفة من صفات الله؟ أنت موجود لكن بإيجاده، فالوجود ليس ذاتيا فيك، وليس وجودك استقلالي، ليس لك وجود إلا بوجودي.
هذا معنى كلام ابن عطاء إن الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته. ومثال النفي كل موجود لا يخلو عن القدم والحدوث معا ثم هذا الحكم العقلي وإن عري عن القيدين عري يعني خلا فقد أجرى الله تبارك وتعالى العادة بأن يخلق بعض أنواعه في القلب ضروريا بلا تأمل ويخلق بعض أنواعه عند النظر والتأمل. والعلوم كلها حادثة وإن كانت العلوم كلها حادثة يقصد العلوم الخلاف يعني العلم بالضرورة ليس لا يدخل فيها العلم القديم هنا العلوم كلها يعني اللي هي علوم التنوع العلوم كلها حادثة. لو كان القديم ما قال العلوم كان قال العلم العلوم الحادثة كلها وإن كانت حاصلة بمحض خلق الله فيصح يعني إذن أي علم حادث يبقى معناه العلوم الحادثة كلها مخلوقة حاصلة بخلق الله أما العلم القديم غير مخلوق. والعلوم الحادثة كلها وإن كانت حاصلة بمحض خلق الله فيصح أن يخلقها في القلب ابتداء بلا واسطة تجربة ولا بعث رسول ولا نظر ولا فكر فقد أجرى سبحانه بمحض اختياره العادة في خلقها على هذا التقسيم. وأما أقسام الحكم العقلي فهي ثلاثة الوجوب والاستحالة والجواز. ووجه الحصر ده موضوع طبعا ثاني يبقى خلينا واقفين عنده. وأما أقسام خلاص كده وأما أقسام الحكم العقلي صفحة كام في الطبعة دي 50 وانتوا كل واحد عنده الصفحة اللي تخصه مش ده متن ده اللي حنقرأ له أما أقسام كده ناقف عليه سيدنا الأمير هنقرأ له الأمير قرأناه احنا بدأنا فيه الأحد الأمير الأمير بخذ بالكم عشان دقيق وصعب شوي لأن تداوموا عليه نسيبه من دلوقتي لا عشان لو خلفته واحد لو ساب درس مش هيفهم اللي بعده وحيتمسح فهم اللي قبله حاجات دقيقة عاوزة لله يا زلمة يعني مولانا هنيجي على الأمير الحد على طول مين؟ ما هنكمل فيها بس احنا بدأنا فعلا عشان أمير بعد الامتحانات معنا بغرقنا الله شوف إذا شرعت في شيء فتوكل على الله ممكن نتوقف في الامتحانات عنهما معا إذا في الحالة دي يبقى في هنا تلازم عقلي يعني يتعلق بوجودهما معا أو بعدمهما معا فأول ما تبدأ الامتحانات حيبدأ يوم كام 18 6 16 المهم على اي حال احنا ممكن من اول ستة ان شاء الله نتوقف او ناخذ درس واحد في الاسبوع حتى لا يكون هناك انقطاع ممكن ناخذ مثلا تصوف زهد تبتل ذكر صلاة نذكر مش هنعرف شحنة يعني ممكن نتوقف عنه فما تزعلش على اي حال كده كده حنتوقف احنا لسه في الصفحه الاولى احنا كنا كام صفحه ونص صفحه ونص بس المهم هو يعني عاوز استحضار وقوه لانه مهم وهو من ادق الشروح العلميه بانه جمع بين كلام اهل الكشف واهل الفكر وهذه طبعا لا تجدها وفي نفس الوقت مع الدقة في اللغة والبلاغة والاستخراج والاستنباط والاختصار في عبارة واحدة ممكن تشتتك تخليك مثلا ثلاثة أيام وانت عاوز تربط العبارة وده يمرنك على ما بعده لأنه مقدمة على المواقف أو على الكبرى أو على التفتزاني ما مريتش بده هتتعب هنا مولانا شيخ حسن الشافعي بياخد الامير كده ويجد يخلص ويديله الثاني يخلص ويديله الثاني طب كيف هنقول نور نسيب الذكر والاستقرار وصلى على النبي ونضغط في الامير مخصوص لا لا يعني قصدي يعني بيهتم بيه جامد يعني
ما إن شاء الله هذا سر اهتمامنا إن شاء الله أنه غير من الصعيد وغير من الأولياء وغير الأمير شريج العالي يعني كانت له إمرأة في الصعيد عن جده وأبو والد جده أيضا والأمير توفاته سنة 1232 الأمير الكبير ده في الأمير الصغير اللي هو ليه السبب بتاع عاشوراء والمسلسل ده اللي هو الأمير الصغير المجال بتاع الشروح الكلامية والعقلية الأمير الكبير وليس عبد العربي منان 1232 يعني ليه 200 سنة 200 سنة قرنية يعني الشيخ الدردير مع ذلك علومه بتدرس وتعالى بعد كده شوف الكتب اللي في الكلية بعد ما تسيب الكلية بأسبوع تنساها شوف دين بها 200 سنة شوف السر والبركة والإخلاص والتقوى اللي في الكلية بسيبه بعد الكلية بثلاثة أيام لازم وانت في الامتحان بس ما ترميه على البطاقة الامتحان بيضيع والله زمان ما كانش في كتب تترمي في الأرض ولا كل الكتب مرمية في الأرض دي احتقار وإهانة للعلم كنت تروح الامتحان ما معك ولا حاجة إلا القلم بس لحتيك تخش كتاب معك ولا تقرأ فلا يأتي الفتح وانت بتقرأ في الطريق ولا على الباب لا اقرأ في البيت وانت في الطريق صلى على النبي اذكر لا استغفر بس ما ترجعش تاني مراجعة دي حشت ذهنك ومش حتجيب لك فايدة ده في حالة توتر حتجمع فيه زي كأن جهاز فيه فيروس حيشتغل كيف في الموضوع بس في الامتحان صلى على النبي حيجيب لك الفتح واذكر الله انت اللي تدعي لي ان شاء الله نختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب قبول الدعاء اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ترك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم فقهنا في ديننا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا يا رب العالمين اللهم أنجح طلبة المسلمين وأفهمهم العلوم يا رب العالمين وحقق لهم ما يريدون من النجاح يا أرحم الراحمين يا ذا الفضل العظيم يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في الامتحان انت تعمل ايه نصيحة يعني لما تحب تروح الامتحان ما تخش كتاب معاك ولا مش ولا راجع في البيت وخلاص الذكر استعين على ايه بذكر الله واذا وجدت زميل دارس معاه مدارسة عقلية راجع معاه مسألة كذا تثبت منه ده ايه ده اللي ايه اللي يمكن المعلومات عندك المدارسة اللي احنا افتقدناها في هذا الزمن زمان ما كناش نذاكر زيك ونمسك كتاب ونلف كده زي المجانين لا كنا نقعد مع بعض ونعرض الموضوع ونعمل مع بعض ايه مناظره كده ومدارسه تتفتح الاذهان ويثبت المعلومات ممكن نتشاتم ونتقاتل لكن كان ده كله ايه شيء يعني عرض فاهم حاجه الايه المدارسه
كده يعني تراجع المسألة على زميلك وممكن تكون انت بتقرأها لك ستة أشهر خطأ أو فهمها غلط ويصلح حالك في لحظة واحدة. لما انت تظن خايف الجهل اللي عندك فاكره علم عشان قال ما هو ما ياخذوش ومسكين انت هي تبين لك انت مش عاوز تقولها له قلت شايفها معلومة نفيسة وهي غلط. فلما تقولها له وتكون قصدك نفع وهي خطأ يروح هو صحح حالك فانت استفدت استفادة ايه عظيمة. فالمدارسة دي مهمة ايه مهمة جدا يعني تدارس زملائك وبعدين ايه تشتغل بذكر الله او الصمت. لكن مش انت رايح الامتحان تقعد شغالين غيبة ونميمة وطعن وكذا لا وده مش هيجي الفتح ابدا. ممكن تكون المسألة حاضرة امامك وتيجي تمسك القلم لا تستطيع لانه هذا بخلق الله مش تلازم عقلي ده تلازم عادي. فلازم يكون عندك يعني اعتماد وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وزير السنة حسين قبل الامتحان يا مولانا لمن شاء لمن شاء يعني ما تحملش الناس ومسائل الزيارة دي يعني اتركها لمن ايه لمن يرغب فيها. يعني ممكن يعني انا لما اقول له زور سيدنا الحسين وهو ما مش حيزور انا تسببت لي اتركها لي يمكن هو في غفلة يعني مثلا يطلب الدعاء من الصالحين او في الاماكن المباركة هتاله كده عامة يروح هو يقول ايه الاماكن المباركة فكر فحيجي له ايه انه بعض الناس يقول لك انا يعني اشرك بالله عشان انجح لا مش مش يعني مش كده يعني العملية مش يعني هي حب مسألة حب. معانا واحد زمان من البلد اسمه الشيخ عبد الله كان يروح كل يوم يروح يقرأ سورة ياسين ويصلي ويستغفر وشافه ما يذكر شيء ضعيف يعني وكان يعني واحد جنبه كده يقول له او يعني تكون لجنة سهلة ويكتب ويطلع مبسوط. طبعا في مادة الناس كانت تكرهها وما تحبهاش اللغة الانجليزية طبعا مش ما حدش يعني كانش عندنا جاء في اليوم ده ما راحش عند تروح ما انت بتروح في التفسير بتروح في كل المواد ايش معنى المادة دي. فحس انه يعني الـ 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 الاستشفاع او التبرج وسيدنا الحسين مش هينفع في الموضوع ده. فجاء عند المقام يقول له خلاص يا سيدنا الحسين جاء اليوم قال له تعرف فيه قال له انا ولم تجد احنا الاثنين قال ما نعرفوش في الموضوع ده. والله في ناس معانا كانت تكتب الأسئلة فقط اللي في الأسئلة كان ينجح يقلبهم مثلا يعني يخلي اللي على اليمين على الشمال فالمصحح ينبهر يقول لك ده يعني أكيد ده يعني أو يخيل إليه كده مع كثرة أو زحمة الأوراق يشوفها كده حاجة كثير. سبحان الله واحد كان ياخذ 90 أقل حاجة فيه كان يتعالى كده وتكبر. ففي مادة من المواد جاب فيها كام 45 وراح ادوا له 5 كده بالعافية عشان ينجح وزعلان واتضح انه هو مجاوب اجابة توصل للـ90 لكن ربنا اعمى المصحح عن سؤالين ما شافهمش اصلا يعني قلب الورقة فما شافش السؤالين التانيين فلم تحسب له ما خدش على الضريبة ما صححوش اصلا ما فهمنا صحح أم 4 صحح 2 وساب 2 سابهم ليه أم يعني ليه في كل الأوراق لولا يعني ما استغفر وأناب وراحوا اكتشفوها في آخر لحظة قبل ما يدوها وراحت عند الجامعة وختمت خلاص ده أصبح دي يعني عاوز المجلس العسكري عشان يغيروها. والمشكلة انه ساعات يبان الخطأ ومع ذلك ما يرضيش صح يقول لك خلاص اعتمد اليوم ايه اعتمد اليوم. خلاص والله اذا اعتمد انشوده وتنشوده